السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه النهارده يا حبايب قلبي؟ هعمل روتين في الصاله، هروقها وانضفها يا حبايبي. متنسوش بقى باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان نوصل لكم كل جديد، كل حاجه حلوه احنا بننزلها ان شاء الله. يبقى معانا الجديد ان شاء الله، هعمل لكم فيديوهات حلوه وروتينات حلوه باذن الله. ان شاء الله انتظروا مني الجديد، متنسوش بقى باللايك. ناخد الركلة، شيل الخفاف دي بقى كلها كده، طلعنا الفريزر بره بقى عشان الحر. جوه كان في الاوضه كنت حاطاه في اوضه البنات، بس كانت الدنيا حر وكنت خايفه بقى على الدنيا، كانت مجالب جوه المروحه بس هي اللي تبقى شغاله، انما بره في تكييف بقى، فقلت ايه الصاله بتبقى حلوه هوا وكده من التكييف، فانا طلعته بره قلت ايه عشان الشبكه بتاعته والموتور بتاعه برده الدنيا بتبقى حر جوه. الجو حر الايام دي تاني. رأيكم نظفت الروب نهار ورسيت المخدات عليها، هنفض الكنبة ديت. خلصنا بقى ايه، رتبنا كل حاجه في الصاله، هاكله سريع. متخلوش عليا باللايك يا حبايب قلبي، كل ما اشتركش عندي اشترك كده عشان يوصل له كل حاجه جديده يا حبايبي، كل فيديو احنا بننزله يوصل لكم. Thank you.
الشقه كده برضو عشان نطمنه دي في حل. وانا مصاحبه برضو يا حبايب. اللي بقى تكمل بقى دول وتمسوه وتمسحه كله. اجيب بقى الميه وامسح الصاج. كده يا حبايب قلبي اكون خلصت الروتين بتاعي. شايفين يا حبايب قلبي خلينا الصلاة زي الفل حبايب اهي شايفين بلط لمع من كتر النظافه. تنسوش بقى باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم الجديد. يلا سلام يا حبايب.